شوف بقى سلاسل من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان. عايز تدوق بقى كده وتنبسط كده وتسجد وتطول وتبقى في معية الله، وأقسم بالله العظيم إن طاعة الله وحب الله متعة لا يعرفها العصاة. أنا لو قعدت أتفرج على مسرحية ساعة ساعتين وأضحك وأضحك وماسك الفيس وماسك العمود وعمال أقلب يمين وشمال وواحد وأضحك، في شباب عاملين يقلبوا ساعتين ثلاثة ويجيبوا لي منظر سفيه كل شوية منظر، ده اللي بيضحكك؟ ده اللي بيسعدك؟ فعشان كده بيقول لك إيه؟ سلاسل من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهم. يعني ربنا نمرة واحد وكلام النبي نمرة واحد. ها هضرب لك مثل، الماتش كرة شغال والأذان أذن، مين يقدر يقوم يصلي ويسيب الماتش؟ محدش. يبقى الناس اللي بتحب الكرة مش الله ورسوله أحب إليه مما سواهم، لا هما بيحبوا أي حد أكتر من الله ورسوله. خلي بالك بعض الصالحين كده كان يعني يعمل بيشتغل بيعمل الله أكبر أول ما يأتي الأذان خلاص معايا، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهم. أنا بتفرج على تمثيلية على فيلم على مسرحية وأذن المؤذن، ها أيهما أولى، ربنا الأول ولا لنا فيه؟ أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهم، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله. أنا بحب فلان ده لله، بحب فلان دي لله، والله العظيم لا عايز مصلحة ولا عايز كذا ولا عايز شهوة ولا عايز كذا. وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وإيه؟ وأن يكره أن يعود إلى الكفر كما يكره أن يقذف في النار. يعني لو عرض عليك الكفر، في ناس النهاردة، طب لو عرضنا عليك الكفر وتمسك الوزارة، عرضنا عليك الكفر نديك مليون جنيه، عرضنا عليك الكفر تبيع دينك ترتشي تزور كذا، في ناس بتبيع. وأن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهم. المهم إن إحنا في مجال المحبة لا يمكن أن نحب ولا تسمي هذا حبا إلا إذا كان لله.